يحاول اقتصاد الكرامة طرح خطط تسهل على المواطنين الالتزام بالإضراب من جهة، وتوفر لهم القدرة على مقاومة الضغط المادي الحرج الذي يتعرضون له من جهة أخرى. ومن أهم تلك الأفكار فكرة جمعيات الشراء المشترك. تدعو فكرة جمعيات الشراء المشترك إلى تنسيق وتوحيد جهود أهالي البناء الواحد أو الحي ليقوموا بإنشاء مخازن تحوي السلع والمواد الأولية الأساسية الغذائية، أو مواد الإسعافات الأولية، أو مواد التنظيف الضرورية والوقود وغيرها، وتخزينها استعداداً لأي طارئ قد يحصل في الفترات القادمة. تقوم جمعية الشراء بتجميع الأموال من المشاركين في الجمعية، كما تستطيع أن تتلقى دعماً مادياً من قبل المغتربين أو ميسوري الحال، سواء عن طريق التبرعات أو عن طريق قروض من دون فائدة. جمعيات الشراء المشترك تضمن مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع، وتساعد على تغطية احتياجات العائلات ذات الدخل المادي المتدني، لأن كل مشارك في الجمعية سيدفع حسب مقدرته المادية، بينما يتم تقسيم المواد بحسب حاجة كل عائلة. كما أن مساعدات المغتربين ستصل لشريحة أكبر من المستفيدين، ناهيك عن توفير الكثير من النفقات المترتبة على الشحن والتخزين وشراء المواد بسعر الجملة. تقسم خطة عمل جمعيات الشراء إلى عدة نقاط: أولاً الاحتياجات العينية، ثانياً الموارد المادية، ثالثاً الأعمال الإدارية والموارد البشرية. الاحتياجات العينية تتمثل بتأمين مستودع كبير أو عدة مستودعات صغيرة تتمثل بغرف في المنازل تتوزع في الحي أو البناء، إضافة لمواد مضادة للقوارض لضمان سلامة المواد الغذائية. وبالطبع يجب مراعاة وضع أكياس السكر أو الطحين أو الأرز على قطع خشبية عازلة وعدم وضعها بشكل مباشر على الأرض. الموارد المادية وتتمثل بجمع الاشتراكات من الأهالي المشاركين في الجمعية والبحث عن موارد دعم قد تأتي من المغتربين أو من مؤسسات أو جمعيات خيرية داخل سوريا أو خارجها. وفي سبيل تأمين الدعم المادي لابد من محاولة التواصل مع التنسيقيات أو الشباب الناشطين والموثوقين من قبل أحد الأهالي. تقوم التنسيقية بإعلان تشكيل جمعية شراء تابعة لها، وذلك بوضع الرمز على صفحتها والإشارة إلى رقم حساب بنكي موثوق حتى يتسنى للمغتربين دعمها بشكل آمن وبسيط. الأعمال الإدارية والموارد البشرية. يقوم أحد الأهالي بتطوع لجمع معلومات عن المواد والسلع الأخرى اللازم تأمينها وكمياتها، والبحث عن المصادر الأرخص لشراء المواد بسعر الجملة، وتسجيل لوائح بأسماء العائلات المشاركة في الجمعية وتعداد أفرادها، والبحث عن المصادر المالية الداعمة للجمعية سواء في الداخل أو الخارج، ودراسة المدة الزمنية التي ستغطي خلالها مخازن الجمعية احتياجات المشاركين. بينما يقوم متطوع آخر بالإشراف على الحسابات وتدوينها سواء كانت عمليات شراء أو تبرعات واردة للجمعية أو توزيع مواد للمشاركين للجمعية. على المسؤولين عن عمليات الشراء الانتباه لعدم ابتياع الماركات التي ينتجها التجار والصناعيون الداعمون للنظام، بينما يستحسن التوجه للتجار الداعمين للثورة والحراك الشعبي والملتزمين بإضراب الكرامة لدعمهم اقتصاديا ومحاولة تعويض خسارتهم المادية، وبذلك تتم مساندتهم على الاستمرار في الإضراب. ومن الممكن أيضا أن يعمد المسؤولون عن الجمعيات إلى التزام نظام المقايضة، لأن ذلك يساعدهم على التغلب على ارتفاع الأسعار المتزايد بشكل يومي من جهة، ويقلص استعمال النقود التي يعود استعمالها بالفائدة على النظام من جهة ثانية.